السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. هنتكلم عن ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين وترتيب صناع الهدافين ونتائج مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإيطالي 2020-2021 بعد انتهاء مباراة ميلان اليوم الاثنين 21/9/2020. بالنسبة لنتائج المباريات، الجولة بدأت يوم السبت 19/9/2020، فيورنتينا فاز على تورينو 1-0، هيلاس فيرونا تعادل امام روما 0-0. يوم الاحد 20/9 نابولي فاز على بارما 2-0، جينوا فاز على كروتوني 4-1، ساسولو تعادل امام كالياري 1-1، يوفنتوس فاز على سامبدوريا 3-0. واليوم الاثنين 21/9/2020 ميلان فاز على بولونيا 2-0، احرز الاهداف ابراهيموفيتش في الدقيقه 35، ومن ضربه جزاء احرزها ابراهيموفيتش ايضا في الدقيقه 50. هنتعرف على ترتيب فرق الدوري الايطالي. في صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الأولى، جينوا في المركز الأول بثلاث نقاط، يوفنتوس في المركز الثاني بثلاث نقاط، نابولي في المركز الثالث بثلاث نقاط، ميلان في المركز الثالث أيضا بثلاث نقاط، فيورنتينا في المركز الرابع بثلاث نقاط، وساسولو في المركز الخامس بنقطة، كالياري في المركز الخامس أيضا بنقطة، روما في المركز السادس بنقطة، هيلاس فيرونا في المركز السادس أيضا بنقطة، لاتزيو وسيبيزيا، بنفينتو، إنتر ميلان، اودينيزي، اتلانتا، كل دول ما لعبوش في المركز السابع بدون نقاط لانهم ما لعبوش. ياتي في المركز الثامن تورينو بدون نقاط، بارما في المركز التاسع بدون نقاط، كذلك بولونيا في المركز التاسع بدون نقاط، كوروتوني في المركز العاشر بدون نقاط، وسامبدوريا في المركز الحادي عشر والاخير بدون نقاط. اما عن ترتيب الهدافين، عندنا في صدارة ترتيب الهدافين اللاعب ابراهيموفيتش لاعب ميلان احرز هدفين، في المركز الثاني كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بهدف، وايضا درايس مارتينيز لاعب نابولي، وزابا كوستا لاعب جنوا، بونيتشي لاعب يوفنتوس، لورينزو انسيني لاعب نابولي، ديجان كولوسيفسكي لاعب يوفنتوس، غوران بانديف لاعب جنوا، جوفاني سيميوني لاعب كالياري، مهدي بورابيا لاعب ساسولو، ماتيا ديسترو لاعب جنوا، ماركو باجاكا لاعب جنوا، ريفيري لاعب كروتوني، و كاستروفيلي لاعب فيورنتينا. اما عن ترتيب صناع الاهداف، عندنا في صدارة ترتيب صناع الاهداف اللاعب باولو جيجليوني لاعب جنوا صنع هدفين، المركز الثاني سالفاتوري مولينا لاعب كروتيني صنع هدف. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الايطالي بعد انتهاء الجولة الاولى اليوم الاثنين 21/9/2020 وترتيب فرق الدوري الايطالي وعذرا ترتيب الهدافين ايضا، ترتيب صناع الهدافين ونتائج مباريات الجوله الاولى كامله. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لك الفيديو، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.